نتكلم تاني بتفاصيل على الادجستمنت بتاع الكيلو فولت بيك بيحصل ازاي. احنا بيسكلي اول حاجه لازم نتذكر ان الكيلو فولت بيك هو اللي بيحدد الكواليتي بتاعت الاكس راي بيم. الكواليتي معناها هل الاكس راي بيم دوت يقدر يبنتريت مسافات كبيره ولا لا، هل يقدر يبنتريت حاجات فيها اتنيويشن عالي مثلا زي البون ولا لا، حاجات بالشكل ده. فحاجه مهمه جدا ان احنا نقدر نكنترول الكيلو فولت بيك. فطبعا زي ما كنا بنقول في يعني صعوبه كبيره ان احنا نعمل سويتشنج على يعني فولتج بالكيلو فولت، وخاصه لما نتكلم على 100 120 150 كيلو فولت بيك. فبالتالي بيبقى اسهل زي ما كنا بنقول ان احنا نستعمل اوتو ترانسفورمر عشان ناخد منه الفولتج دوت مقسوم على فاكتور معين، مقسوم على 1000 مثلا. يعني بدل ما بتكلم على 100 كيلو فولت بيك بتكلم على 100 فولت بيك، اوكي؟ فده بيبقى ماتش مور ريزونبل، واقدر ان انا اعمله بشكل مبسط، يعني الدايره بتبقى بسيطه وفي نفس الوقت بيديني الفانكشن اللي انا عاوزها. فبالتالي بيبقى في عندي الاوتو ترانسفورمر، بيبقى في عندي هنا تابس تسمح لي ان انا اختار مثلا هنا، مثلا اختار هنا امشي عشرات هنا وامشي هنا واحد احاد مثلا، بحيث ان انا بين الاثنين دول اقدر احدد الكيلو فولت اللي انا محتاجه بالظبط. طبعا السويتشنج دوت ممكن يحصل بشكل ميكانيكال او ممكن يحصل بشكل الكترونيك. في الاخر بقدر ان انا باستعمال الكونسول، اليوزر لما بيحدد الكيلو فولت بيك اللي هو عايزه كام، السيستم بيتصرف بيخلي الاوتو ترانسفورمر تابس المناسبه تبقى هي اللي كونكتد. ففي الاخر بيبقى في عندي هنا الفولتج بين الطرفين دول بيبقى عباره عن الكيلو فولت بيك اللي انا محتاجه مقسوم على فاكتور معين انا عارفه. الفاكتور ده هو الفاكتور بتاع التكبير بتاع الهاي فولتج ترانسفورمر. يعني فرضا لو اعتبرنا الفاكتور ده 1000، يبقى معنى كده لو انا عايز 100 كيلو فولت بيك بحط هنا بين الطرفين دول 100 فولت، وبستعمل اكشوالي الميتر اللي بيقيس الكيلو فولت بيك اللي هو الاكشوال كيلو فولت بيك اللي بيبقى ابلايد، بيبقى بيسكلي موجود عندنا في اللو فولتج سكشن، بيقيس الفولتج اللي طالع من الاوتو ترانسفورمر، مش بيقيس الاكشوال كيلو فولت بيك اللي موجود على التيوب. وانا بيسكلي وانس ان انا عرفت الفولتج ده وعارف انا الفاكتور اللي بيضرب فيه الهاي فولتج ترانسفورمر، يبقى بيسكلي اقدر ان انا ريليت الاثنين ببعض واقدر ديسبلاي الكيلو فولت بيك بشكل سليم. فبيسكلي احنا بنتكلم على هنا بنطلع اللو فولتج المقابل للكيلو فولت بيك اللي احنا محتاجينه، وبعد كده بيروح للهاي فولتج ترانسفورمر برايمري يكبره بقى يضربه في 1000 مثلا علشان يوصله للكيلو فولت بيك اللي احنا محتاجينه. طبعا الكلام ده برضو بيحصل بالنسبه للفيلمنت. الفيلمنت برضو زي ما احنا شايفين كده بيبقى عندنا جزء من الاوتو ترانسفورمر بيحدد برضو يعني حسب الريزيستنس الموجوده هنا بتحدد لي بالظبط الملي امبير اللي بيمشي في الفيلمنت بيساوي كام. الفيلمنت طبعا يعني نقدر نحدد ملي امبير باستعمال السيلكتورز دي بنفس الطريقه اللي احنا كنا بنتكلم عليها بالنسبه للكيلو فولت بيك. بس هنا بقى الاكشوالي اللي بيحصل، الملي امبير لازم يتقاس الناحيه الثانيه عشان يبقى الاكشوال ملي امبير، لان انا بحط كيلو فولت بيك وبعد كده لازم عشان اقيس الاكشوال ملي امبير او اقيس الاكشوال تيوب كارنت لازم اقيسه من الجزء اللي فيه هاي فولتج.